بالنسبه للوراق راه هما هذوك اللي عطيتك دابا وانت شوفهم اقراهم وقول لي شنو خاصني ندير. صافي مرحبا ماشي عندك لاكارت ديالي صافي كلشي عندك ياك؟ اه كلشي فين انا غنتوصل كلشي فين صافي. الدار اختي فيها 120 متر والطوموبيل من نوع 4x4 صافي قابله على هادشي؟ قابله سيدي نكتب لي. صافي انت موافق؟ موافق. هاك اختي سني لي هاد الوريقات. فرحانه ايوا فرحي لالا مع راسك كون عرفتي شنو تابعك كاع ما تضحكي. ايه كون عرفتي خويا غير نصاب كاع ما تجلسي مع هاد الجلسه وتسني ليه على الدار. والله يا بنتي تا غيدري عليك للزنقه وماشي انت هي الاولى ولا الاخر. مالك سني اختي هادي مالك قاعد سني اختي واسمع مالك سيني سيني لي. سيني قبل ما نسيني انا غادي نسيني غادي نسيني ما غاديش نهرب غير ممكن نهضر مع الراجل واحد دقيقه. واحد دقيقه عافاك سيدي نهضر معاك على برا. مرحبا فاطمة الزهراء واقيلا دي بغات تكتب لنا الكراج شي هو. ايوا على الله اخويا تكتب لك حتى الكراج والله الا القضيه مزوهره. سيدي فين هما الوراق اللي خاصني نسجل؟ شي عطينا عطينا هذاك الملف نشوف باقي ما شي حاجه ماشي هذه. انا قررت نكتب للراجل حتى الكراج حتى هما. صافي مرحبا غنكتب لك الوراق انا غنصاوب لك هذا الوراق واخا ديرهم ليا حتى نسجل الكراج الله يخليك. واخا ما نعرفش ندغرت هاك اختي لابسني ليا هنا نعم معايا ما كتحملش معايا. شوفي غادي نوصيك واحد لبسيه. اشنو هي اراجلي العزيز؟ هاد اللبس اللي كتلبسي فيه ما عاجبنيش حيت الشوفه ديال بنادم كيشوفك ماشي حتى ليه. وصافي ما يكون غير خواطرك اللي بغيتيها غادي ندير هادي. لا 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 انا بغيت يكون خاطري ما يكونش خواطري. صافي يكون خاطرك. يلا ان شاء الله ابتداء من اليوم حوايج طوال ان شاء الله. صافي يكون هاني ودابا الدار ولات دارك. انا في حاله الطوموبيله حتى هي ولات في سميتك وانت غتوفي بالوعد ديالك وعدتيني ما عمرك تخليني. وصافي شحال كنلعبونا شحال كنبالك باقي صغير. انا عارفك قد المسؤوليه وقد كل شيء ولكن عندك شي نهار تقلب عليا. يا لالا ما غنتقلب عليك ما تجي حاجه كوني هان. وصافي بركه المهم نقط نعاود تبقى تلعب سابك. هو صافي على لا الشغل تقضى وكتبات ليه دابا الدار والطوموبيل ما بقات تساويه والو ودابا تحزمي وكوني مرا. انا محزمه معاك هي دابا غتزوجيني اخوك. ايوا لالا كيفتي انا غنزوجك خويا حتى انت ما تنسايش خصك تزوجيني خوك راه هاد اللعبه كامله دايرها غير على قبل خوك. راك راني عارفه هادشي وانا ما جالساش راه هكاك مخليه دارنا وجايه ساكنه معاكم واتفاقنا راه معروف. ايوا صافي يا لالا من اليوم ان شاء الله غندوا عليها بالحظ. كاين غير الحر. انا نمشي نبدل انا نحط عليا الخوف.
اشنو كديري في بيتي عاوتاني؟ ياك البيت الاخر وخليته ليك. بيتك اه بلاتي يا بلاتي، شتي الدار كامله غتولي ديالي ملي غندال داك النصاب ديال خويا وغندري عليك انت ويا الزنقه، وديك الساعه بديت تفرعني. راني كنهضر معاك نوضي تقعدي، ياك البيت الاخر اللي حولتي ليه النوامس وخليته لك، ونوضي خليني نعس في بيتي. الدار خويا، البيت اللي عجبني نجلس فيه. يا ايه لالا دابا شنو ما غاديش تنوحي؟ ما نايضاش لالا، واللي في جهتك ديري. قالت لك البيت اللي مشيت ليه كدي. ما تنسيش راسك، رحنا غير دايرين فيك خير ومجلسينك عندنا هنايا. كانت شي دايره فيا خير ملي كانت دار دارك، اما دابا خويا اللي داير فيك خير ومسكنك معانا. وتا دابا انا غادي نمشي عند سيدي عبد الغفور وهو اللي غيفكني منك. يو سيري عند سيدك عبد الغفور، يلا يلا جري طوالك. ما عندك نفس هاد البيره فرتي نتيا مصيبه اخرى. قلت لك بيتي عبد الغفور. ويلا لقيتي لك الفاك عبد الغفور، بغيت نهضر معاك. سمعي بلي هاد لاكور هذا البلاي كوزينه. اويلي واش تسطيتي لا مالك؟ شوف انا داك الدار وتقت فيه، ما تبدل فيها حتى شي حاجه. ايوا صافي غنبيعو ونشريو دار اخرى احسن من هادي ان شاء الله. تبيعها؟ غنبيعو ونشريو دار كبيره بتسعة. شوف 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 هاد الدار راه ديال والديا وانا ما باغيش نبيعها، سمعتيني؟ ولكن الدار دابا راه ديالي واقيلا، ياك؟ ولكن انا راه تقت فيك داكشي اللي عطيتها لك. ومن بعد دابا ولات ديالي فحالي، انا فحال انتي. انا ما عجبانيش هاد الدار، بغيت نبدلها. فين كاين المشكل؟ عندك شي مشكل انتي؟ وانا ما بغيتكش تبدلها. انا باغي نبدلها، انا عجباني هاد الدار وباغي نبدلها. ياك عبد الغفور اه واخا عجبني باغي نبدلها. اه انا عجبتك كثير نبدلها. وانا اصلا زيد نجي نهضر معاك على اختك اللي خدات لي بيتي وما بغاتش تخرج منه ونعسى فيه. دار خوها كوزينه. واش كتهضر معايا بصح؟ لا كنضحك معاك. هادشي كامل خرج منك عبد الغفور. صافي دغيا تقلبتي عليا، باقي ما داز لا شهر لا شهرين. يلا النهار الاول اش كتحب لك راسك؟ شكون انت؟ شكون كاع في ملك الله؟ ما انا غنبغيك انا على الزين ديالك وعلى هاد لاطاي ديالك، وباغيك على فلوسك وعلى طوموبيلتك وعلى دارك. شكون دافك اصلا انت؟ ما يحصلش ليا الشرف نكون مع وحده في حياتك اصلا. الكاس هذا انا اللي غنديه ماشي انت. شدمتي يا لا شكون كاع في ملك الله؟ ما انا غنبغيك على الزين ديالك وعلى لاطاي ديالك، وباغيك على فلوسك وعلى طوموبيلتك وعلى دارك. شكون دافك اصلا انت؟ ما يحصلش ليا الشرف نكون مع وحده في حياتك اصلا. انت عارفه لان انا ما كنتقش في العالم كامل، ولكن انت الوحيده اللي كنقدر نتيقفك، حيت كنحس بك مراتي وكنحس بك كلشي. فهمتي عبد الغفور؟ عندك شي نهار يجي وتخليني؟ لا ان شاء الله ما غاديش نخليك، ان شاء الله غادي نبقى انا وياك بجوج، وداكشي اللي وعدتيني بيه عندك تنسيه. انا درت معاك نعطيك خويا وانتي تعطيني خوك، وانا درت هادشي كامل على قبل
نتزوج به وما بينتي ليا والو صاحبتي. واش انا دابا هربت حتى تبتي شويه راه غادي نزوجك خويا وغادي نفرحوا بك حتى انت ولا انا صبري شويه وانا لالا باغا نشوف فارس احلامي خوك معشش ليا هنا في الراس ديما كنحلم به نبات الليل النهار نحلم به وانا باقي حتى ما تلاقيتوش اويلي صاحبتي انا سطيت مرت خويا ووكلت خويا وانتي باقي ما درتي معايا والو تيقتي راسك باغا تزوجي بخويا ايوا غا بلاتي نوريك الزواج كيف داير وصافي يا صاحبتي كوني هانية ويكون خير ان شاء الله ان شاء الله يكون خير وما تنسينيش نمشي نزوجك خويا مالي مسطين نزوج خويا لوحده سحاره بحالك خوك هو الاخر وما درتيش فيه الخير سحرت لي انا وياك والله لا ديتي خويا بقيت حلمي تما خاصني نرجع عندك الشوافه تاني باش تقاد لي الضربه لخويا هادشي ما مسلكنيش خاص الدار تولي ديالي في اقرب وقت ونجري عليه هو ومراته يا ربي تي شتا ولدي الزهر اختي انا غير كنت اختك واخا عارفك ما كتحمليني ما كتقبليني وما عندكش معايا ولكن جيت نصحك لله في سبيل الله سبحان الله العظيم القلب على القلب ياك واش هاد النصيحه ديالك شوفي انتي راك اختي واخا ما كتحملينيش راك كتبقاي خطر راجلي سبحان الله وعزيزه عليا ورحنا تشاركنا دابا الطعام وتشاركنا الدم وتشاركنا الخوت وتشاركنا كلشي شوفي غادي نعاود لك شي هضره لله في سبيل الله انا سمعت صاحبتك خديجه كتهضر في التليفون وكتقول لشي وحده بلي انت وياها كتمشيو عند الشوافات على نتوما بالسلامه لما كتسحروا الله يا خيتي على باطل قداش انا اش بيني وبين الشوافات كون كنت مشيت الشوافه كراني شحال هادي مجوجه ايوا قالت لك لالا قالت لها كنمشي وانا وياها عند الشوافات وسمعتها كتقول ليها بلي انتي مجلسه هنا غير باش تزوجك بخوها وكتحلف وتحط في جنابها وتقول والله لا كانت مرات خويا وكتهزك غير بالسحاره وكتحطك بالسحاره على نتوما لما كتسحروا بالسلامه انا هادشي كامل قالته فيا خديجه وعلى انا اختي باش غنعرف هادشي كل ما سمعتش داويه والله الا بقات فيا ويلا بقات فيا راني ما ولدت فيا امي غلخلة وانا من شحال هادي كنت كنقول لك ما تقيش في الصحابات ايوا شتي انا ما عارفه والو غير سمعتها كتهضر في التليفون وجيت نوصل لك هادشي وما بغاش نعاود لسيدي عبد الغافور هانتي يا اختي طيحي دابا قداش ما تخليهاش فيها ونوضي ليها وعرقي ليها على اللي انت مجلساها وموكلاها ومشرباها وهي كتقول فيك الهضره وقالت لك بلي والله لا كنتي خوها وبلي انت غير سحاره قالت لك مالا ويلي قالت لك مالا تسطات تزوج خوها بوحده سحاره هنايا ما بقيت رابحه من هاد لافير والو ما غاديش ناخذ ما سوقكش ليها لا والله لا بقات فيها لا بقات فيها انت تعكر ليا ايوا هادي غير البديه ومازال هاي على الصحيبه ما واجدتش كشرب القهوه لالا هادشي كامل طلع منك السفريطه شويه هكا تهز عليا بشويه خفيف نفس فك ما راقفاش لالا فيا النفس ياكي انا درت هادشي كامل على ودك وما خليت ما درت لخويا ومراته وانت وعدتيني تزوجيني ب خوك وفي الاخر وليتي تعيط لصاحبتك في التليفون وتقولي لها هذيك صحيحيره الا لا حنا بجوج سحارات بجوج مشينا عند الشوافه ها علاش الهضره كتقولي انا ما قلت والو ما عيطت حد هذه هضره انا قلتها ايوا شكون هاد صاحبتي اللي عيطت لها انا هادشي كامل اصلا باش غتعرفوا اسماء جن هي باش غتعرف هادشي كامل باش عرفت هادشي احنا مخطين ليه واش عرفت انك يا لالا موعداني انك تزوجيني بخوك ها كحزي بعدا هي ودوي معايا هاد الهضره انا ما في خباريش وما قلت والو هذا اسماء زياره مشيو عندها ما غاديش نمشيو عندها انا لا داكشي اللي بيناتنا سالينا انت اللي غادي تجمعي شراوطك وتمشي برا علينا من هاد الدار فهمتي ولا ما فهمتيش وصلنا ودابا غادي تهبري عليا كما لازم راه انا عفوا انا ما بغيتش ندير فيك يدي غير على قبل الصحبه اللي كانت بيناتنا واخا ما صحبه ما انت وجمعي لي انا اللي جاي ساكنه معاه
كي كتجمعي حوايجاتك بعدي مني انت بعدي مني انت اللي سببي في هذا الشيء كامل كل ما كنتيش انت ما غنكونش انا في هذه الحاله انا مال اختي انا شنو درت لك كنت كتكذبي عليا في وجهي انت اللي مشيتي خلطتيني بيني وبين صاحبتي انت سببي انا اختي شنو ما انا ما عارفه عليك حتى شي حاجه باش غادي نخلطك كتقولي لي في وجهي وهي كتجي كتقول لي اسماء قالت لي وقالت لي وقالت لي سمعيني سمعيني حبيبه وبلا ما تعصبي وغير تصنطي ليا واش دابا انا عارفه عليكم شي حاجه واش انا معودين ليا نتوما شي حاجه انتي راكي مصاطيه ودغيا تيقتيها هي لالا راه غير بغات دير بك السبه وانا سمعت داويه في التليفون مع صاحبتها وكتقول ليها بلي لالا عليك بلي هي ما بقاتش باغاك تبقاي هنايا وبلي هي تعرفات على واحد السيد جديد وبلي نتوما كنتو كتشوفو تسحروا لخوها بجوجكم هذه فاطمة الزهرة اي وقالت لك بلي دابا ما عندها ما دير بك وغادي دير بيا انا غير السبه وتجري عليك من حقك حتى انا قلتي ما في خبرك حتى شي حاجه ايوا شتي وتا دابا ما تخليش ليها الفرصه وسيري انتقمي منها وسيري هزي التليفون ولا تلقاي في عبد الغافر في الزنقه وعاودي لي كلشي وريه كاع لي زوديو ديالك نتي وياها فاش كنتو كتهضروا وقولي لي بلي اختك راه غير كتسحر لك وبغات دير لك الدار حيت هادشي راه سمعتها كتقول في التليفون ايوا انا مخرجه بنظارات الفرتك ليكم الشمال شكت حبيتي معايا سر عندك شي شغل تقضيه ايوا انا غير بغيت ندير فيك الخير ديري فيا خير ما نديرو فيكم غير ديك فاطمة الزهراء حسابي مع خوها ايه راك ماشي مره ما مشيتيش لها عند خوها وتشكيتي منها وكما هي فرشاتك سنتي فرشيها انا غادي نصفي وهاد الدار هيا خليتها ليك واش غدا حبيبه بالبيجامه مسوقكش فيا غنفوتي بصا اجي اجي حبيبه بدلي عندنا هنايا ما تمشيش والله الا بقى فيا الحل وهذه غير البدايه مازال مازال خديجه لاباس بخير بخير الحمد لله مالك ياك لاباس والو بس غير بغيت نهضر معاك في واحد الموضوع مرحبا اختي خديجه مالك ياك لاباس بغيت نقول لك واحد الهضره شنو هي اختي هذه الهضره اسمع هاد الاوديو من بعد غادي نقول لك انت اخو واخا اصلا صحابتي مشاو على ديك الشوافه عاوتاني باش نقادو خويا الدقه باش يبقى كاين البهله اللي وكتب لينا الدوير هذه اختي فاطمه الزهراء اي طلعت واحد السحاره ديما كتسحر لك باش تزوجني بك وتاخذ لك الدار بلاتي بلاتي انا بعدا فهاد الاوديو سمعتي قالت لك خاصنا نمشيو يعني حتى انت معاها في الخطه اه كنت معاها في الخطه سمعيني مزيان ها توقع شي حاجه لي ولا لمراتي اقسم لك بالرب باش نخرجها منك انت وياها حيد عليا يدك وسير فراش اختك ما انا مابقيتش معاكم كنت كيداير انا غنوريك انا غنمشي لها واللي بقى نكملوا لك انت يا بلاتي شوفوا على ماركة كي دايره يخ كتسد الشهية نضغي نضغي تاكلي فيه السم ان شاء الله اش كي دايره تفو ابغي تجي تقولي شي حاجه اختي فاطمة الزهراء ما يعطيك الصحه الطاجين بنين حيت كنحس بك ما مرتاحاش حبيبه شوف انت واش مرتاح مرتاح والحمد لله الله يلا مزيان تبارك الله تي تما شتي بغا هو جيتي اجي مشي كرسي واجي تغدى بلا يطيب شي حط ما يجي مفعل تاب يلا خويا بغا تغدى معاك خرج شنو نتي نوضي خرجي يلا دابا نوضي خرجي يلا دغيا اتفرجي فيا بزيان تبارك الله مالك ولات اختي انا بشي حد الشوافات اخويا شوف البافا انا والله اش عاد انا غنوريك كذبوا عليك اخويا كذبوا عليك اخويا اش عاد عندي انا خديجه وريت لك شي كامل نوريك يلا غادي نفرجك لا سمعيني السحاره وانت تصفيها لخوها لا 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 اخويا دير لي داري كذبوا عليك كنجي من مراتي صافي سكات سكات عرفتي دابا شنو ما تمشي
عيشي بالزهر. لا لا خويا عمك عمك عيشي عيشي ديال الكلاب. عمك 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 لا 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 عمك 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 انا مقبل انا مقبل لا عمك اخويا عمك اسمع لي اخر ما عمرني ما غنعاود عمك شي لا خالتي دخلتي لهاد الدار غير عاودي عيشي وغتبقي حياتك كلها كلمة تفو 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 عليك دير لي داري انا ها بقى ما تزيدش لي دير لي انا داري مزيان تبارك الله مزيان غفور والله الا مزيان مزيان من ولات وحده انا ولات بغات تسطيني بغات تفرحيني ما يبقاش فيك الحال ان شاء الله كل شيء غادي يدوز وهذا الشيء غيبقى غير تعب زيدي عليا حتى تزيدي كملي عليا داكشي اللي بقى مازال مشتوه هادي غير البديع ايوا مرحبا بك نهار كبير هذا ربي يخليك السي عبدو جات فرحان ولا عند بابا عبد الغفور اش كنسمع شنو واقع هنا هادي مالا جاي عندي كيما كتشوف فيه عبد الغفور ولا راجلي وبنت جاد عقلتي شحال هادي قلت لك راجل غير ولي عنده بابا عبد الغفور شنو هادشي كنسمع كيما سمعتي زيد نقول لك شي حاجه اخرى هذا ولدي وهذه مراتي كيفاش هذا ولدك وهذه مراتك اش كتخربق عليا وانا شنو سمعيني سمعيني عاد بقى داوية بزاف دريتيني في الطنطو ديال راسي ياه دابا جنبي دوك اللي يجيو لك والباب الحباب يلا عاد ما ندير بك اصلا يلا الباب وبلاتي نقول لك واحد القضية قبل ما نخرج شتي هاد الدار راها دار وما عمرها كانت في سميتك وشتي ديك الطوموبيل وهذوك الاملاك وداك الشيء كامل اللي كيسحب لك راسك قطعتي الواد ونشفو رجليك وكتبتهم لك راك ما خديتي السنتين فيه ولكن كيفاش درتي ليها كيفاش درت ليها واجي نوريك كيفاش درت ليها بغيت نهضر معاك شي موضوع ضروري ماكي اختي ما قلتي لي ما عجبتينيش شوف اخويا بصراحه انا هاد السيد راه جايبني بزز مني هذا راجلي ولكن انا راه ما باغا نكتب ليه لا دار لا طوموبيل هو راه جايبني هنا صح و الا ما كتبش ليه غير نمشي بغيتك تعاون معايا ها انت شوف اخويا هاتي خويا الفلوس بغيتك تشد و تاخذ مياد و بغيتك تدخل و تعطيني شي اوراق مزورين ليه خليهم يسيني عليهم صافي صافي عطاني شي اوراق و خليني يسيني عليهم ولكن انا ما بغا نكتب ليه حتى شي حاجه صافي كوني انا الله ودابا راه انا مولات هاد الدار وخساره حبيبه ديالي حيت زوجتي بيه على والو على حتى شي حاجه ما عندوش ما يكسب الا ما وكلته ما ياكل ولا ما شربته ما يشرب علاش كنتي تقول لي هاد الدار داري ما عرفتش كيفاش دارت لي ايوا كلشي من السمسار هادشي اللي قالت دخلي دخلوا ما تحشموش مرحبا علي نهار كبير هذا مرحبا اللي تجمعتوا ونهار كبير هذا وفرحتوني علاش معيط علينا اختي فار علينا مخنا علاش جمعنا هنايا معيطه لكم لالا باش نقول لكم واحد الحاجه اللي ما كانش في خباركم بلي نتوما كاملين غدارين عارفين عارفين هذا الشيء وفراسكم بلي انا كنت كنعرف اي واحد اشنو كان كيقول في مخه لالا فاطمة الزهرة في خبارك الشوافه اللي مشيتي سحرتي ليا عندها انت وصاحبتك وخليتوني هربت من البرزه راكم قلبتوا لي الكموسات ياك حبيبه وانا وديك الساعه وانا كنقرا الافكار ديال كلشي يعني اي واحد فيكم كنت كنسمع اشنو كيقول وكنت سامعك حتى انت ملي كنتي كتقولي بلي راكي ما غاديش تزوجيها بخوك وبلي هادشي كامل كنتو دايرينو باش تبادلوا الخوت وانت يا لالا وفاء حتى انت كنت كنسمعك نهار اللي كنتي كتقولي في عرسي الدجاج باقي خضر وسمعتك حتى فاش كنتي كتقولي انا تصاحبي مع ديما ندير بالي مسطيه ونزيدك واحد الحاجه اخرى لالا كنت كنسمعك حتى ملي كنتي كتقولي هاد الراجل ما تستاهلوش وانا اللي نستاهل وهو خديتو اما انت خساره فيك
خساره في كل شيء، حيتاش انا ما كنتش كنقرا الافكار ديالك حيت كنت كنبغيك، وحيت داك السحور كان كيتوقف عند الشخص اللي كتبغي. ودابا ارى هاد الوريقات، هاد الدار وهاد الشيء كامل في سميتي، حتى شي حاجه في سميتكم. اختي غنقول لك جوج الكلمات، انا ما كانش عندي مشكل معاك، درنا فيك خير من اللي صحنا لك واللي تقراي الافكار. انا كان جايبنا غير هذا الرويجي، اما دابا موش طابق، حتى صاحبتي اللي صحابه صاحبتي غدراتي. انت اللي غدار ماشي انا. انت اللي غدار، خليت لكم هذا المجمع وما فيه الباب، ما تحتاجيش تقولي. وبغيت غنقول لكم واحد القضيه قبل ما تفرتكوا، انتما علمتوني اكبر درس بانكم حتى شي واحد ما فيه ثقه فيكم، وفي هذا الوقت ما كاينه صحبه، ما كاينه اخوه، ما كاين زواج، ما كاينه حتى شي حاجه. شويه ما نبكي، انا اصلا هاد لافير كامله خسرت منها، خرجت منها خاسره، لا اخ مقود، لا مرت الخو، لا صاحبه، لا جاره. شوفي انا بلا ما تدوي، انا نقول لك جوج كلمه، طلقني انت مطلقه، وطلقني انت، انا منك ما عندي ما دير بيك، انت اصلا مطلقه، انت راجل، انت راجل كبير، انت سير بحالك، خرجتي من السلسله في هادشي كامل. شوفي عافاك سمحي لي والله ما قال نعاود، طلق مني، راه غير الشيطان اللي عندي، انت اكبر ولد الحرام، شي كامل اللي كنت نقدر نغفر ليهم الا انت، حيت انت طلعتي ولد الحرام وغدار، انا بغيتك وجاب الله قريت الافكار ديال اختك عند السمسار، وعرفتك بلي راك غدار وكنتي باغا دير ليا الطوموبيل والدار ودير ليا كيما درتي ليا دابا. الشيطان يلعب بيا. انت هو الشيطان بعيني وبرجلي، الشيطان غادي، الشيطان في سيفتك انت، ودابا غتخرج عليا ولا غنعيط لك البوليس، ما بقاش باغا نشوف كماتك. ناخذ غير حوايجي. خرج! حوايج انا اللي شاريه، خرج! حتى حاجة ما كتبقى، وحتى حاجة ما كتدوم.